لأسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال، ونخص بالذكر منهم أسرانا المرضى الأبطال. حقيقة هذا واجبنا وقمنا به وسنقوم به تجاه كل قضايانا الوطنية. الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد يشهد تدهورا مستمرا للأسف. أنا أعتقد أن دولة الاحتلال التي لا تفي بالتزاماتها تجاه تقديم العلاج الطبي للأسير ناصر أبو حميد تصبح الصورة فعلا هناك خشية على حياته حقيقية. أنا أعتقد بأن الشعب الفلسطيني اليوم مطالب بتفعيل كل التحركات الشعبية وكل الفعل على المستوى السياسي والدبلوماسي من أجل إنقاذ حياته ومن أجل العمل على إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتقديم العلاج الطبي وتأمين إطلاق سراحه لتلقي العلاج وفق الأصول ووفق المواثيق والأعراف الدولية. دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات ما قد يجري من تدهور على حالة الأسير ناصر أبو حميد، ونحمل هذه الدولة الخارجة عن كل الأعراف والمواثيق الدولية كامل المسؤولية عن كل التداعيات التي قد تنجم عن استشهاده في أي لحظة.